11 مليون جزائري تلقوا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية، غير أن 23.66% منهم فقط تلقوا الجرعتين، فيما استفاد أكثر من 31% من جرعة واحدة فقط. وفي ظل عزوف المواطنين عن التلقيح، تتواجد 13 مليون جرعة مخزنة على المستوى المركزي بعد اكتفاء جميع الولايات بالجرعات اللازمة. عندنا 13 مليون اون دوز ابري ستوك، هذا ستوك مركزي، ستوك في الانستيتيو باستور، وما كفاش الانستيتيو باستور درنا ستوك في القبة، وعندنا كل ولايات عندها لي ستوك. وحنا طلبنا من الولايات، قلنا لهم نزيدوا لكم، قالنا ما تزيدوا لناش اللقاح، احنا لي ستوك تاعنا راه معمرين خلاص. الناس تركت كلها، تركت التلقيح. العزوف عن التلقيح الناتج عن تحسن الوضعية الوبائية وانخفاض مستوى الإصابات سجل بمختلف القطاعات. قطاع الصحة شهد نسبة 22% من الملقحين، قطاع التعليم العالي أقل من 20%، ونفس النسبة بالنسبة لمنتسبي قطاع التربية والتعليم، فيما لم تتعدى النسبة 0.5 في وسط الطلبة الجامعيين. وسط تدني نسب التلقيح، دعا وزير الصحة المستفيدين من جرعتين إلى إمكانية تلقي الجرعة الثالثة. احنا اقترحنا اللي يحب اللي يتلقح ويحب يزيد يحمي روحه بالجرعة الثالثة يقدر يروح لمراكز التلقيح يلقح روحه بالجرعة الثالثة، لأن اللقاح موجود. احنا درنا مدة 6 أشهر، احنا قلنا المناعة ممكن راهي مضمونة مدة 6 أشهر. التخوف من موجة رابعة قد يكون الدافع الأكبر للتوجه لتلقي اللقاح في الوقت الذي يحذر فيه المختصون من أهمية التلقيح قبل قدومها لتفادي سيناريو الموجة الثالثة.